لا خفوت لا خفوت خفوت بلا حيوانين. هي جبت لك اياها موجوده المرت عن مين؟ بالبور امشي. شو ما في مرحبا؟ في بس خايف ما تردي علي. شو شايفني بلا ترباية لحتى ما رد؟ شو بعرفني ما عاد ينحزر لي. شوفوا لا ريبا، أنا ما حبيت خانقك قدام العالم مشان ما أكسر شقامتك، بس تاني مرة إذا بتعيدها ورقة طلاقك واصلة لعند بيت أختك ونقطة انتهى. بس عفوا ولا كلمة. نبيل وميسون ترجوني ترجعي مشان رجعك، لا تخليني اندم على ما فعلت. بس عفورتي انا ولا كلمة، انا مو خزانة تتركني ملطوعة 9 شهور لا سؤال ولا جواب. انا كمان ايضا عندي مشاعر واحاسيس. ما بدك يعني؟ قول ما بدي اياك، ما بدي اياكي ونقطة انتهى، لا تستحي. لا انا بدي اروح على الأوضة. انا ما فوت يا بنت الحلال. هلا شو فرقت اذا كانت عندهم ولا مو عندهم؟ لا تعجلي قلبي. ها اذا عندهم معناتهم متفقين سوا، تلتقوا عند عجاج. لسه بترجع بتقلي متفقين؟ لك الحرمي على ذمه رجال. بعدين انا عندي وجدان. ايه لو عندك وجدان ما كنت تذكر اسمها طول الليل وانت نايم. ما فعلت سنه غير عفرة. انا مو مسؤول عن مناماتي. ابصر بجوز تكون عاملة شي جريمة قتل وانا عم حقق معها. المرأة اللي عاملة جريمة قتل ما بيقلها الشرطة تقبر عظامي ولا بدليل على دلعونا. جورية؟ نعم. وراء الدور. اصلا انت هذا اللي شاطر فيه، وراء الدور. امام سر. احطين احطين احطين. قلبي على عظيم. لك انا اصلا ليش بجيبها معي؟ اه حيوانين. اي حتما حيوانين. ان شاء الله تكون عنده. أهلين عمي أبو غصن، تفضل. يهنيكم طلعوا بالسلامة. وينو عجاج؟ راح المحل عمي أبو غصن. تفضل تفضل فوق. لا معلش برجع بعد ما يخلص الشغل لك. أنا ما راح يشتغل، راح يسلم على معلمه. تفضل فوت عمي ابو غصن تفضل. معلش لكن ناوليني كرسي بقعد هون برا، ما بريد العالم تحكي. ولو عمي ابو غصن ايش وانت غريب يعني؟ لا انت مثل بنتي، بس اللي صاير انه كل واحد من هالناس اليوم لسانه بشطلتين مثل الحيايات. بعطيني كرسي بستناه هون برا. تفضل عمي. يسلموا ايديكي. ايه عمي شلون ملاقيتي لي عجاج بعد هالحبسه؟ مثل قبل الحبسه. عمي ابو غصن عجاج ما سرق، عجاج انضحك عليه. انا بعرف انه ما سرق، لو بعرف انه سرق ما كنت شرفته بالزياره خصوصي لحتى هني بالسلامه. بس انا قصدي انه تغير ولا مو متغير بعد هالحبسه؟ يعني هيك بيضلوا ساكت وصافن وحزين، مثل كأنه الدنيا مسودة بوشه. إيه هذا من الهوى الخزين لما دخل على صدره، هوى طازة اللخم. فكر مدري شو صاير بقى، ليهمك بده فترة لحتى يتعود. بكرة أبو كاميون بيرجع مثل ما كان وأحسن. ها هاي بيّن عجاج. مرحبا عمي الحسن. أهلين عجاج، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. يا ريتني ضليت بالحبس كان أشرف لي. لا شو هالحكي اللي بلا طعم عم تحكي؟ السجن مو للأوادم، السجن للبهايم. أنت آدمي. إيه أنا بنظرك بني آدم، بس النظر غيرك لا. شو بك عجوي؟ شو في؟ كنت مفكر صاحب المحل رح يقول لي الحمد لله على السلامة ولاقي لي بالأحضان. شو عمل معك لك؟ لما شافني فايت على المحل لسه ما دحست رجلي عتبة المحل، قام من قفا طاولته كأنه حدا دحش له فيش بظهره، وبلش يعيط قدام العالم ويصرخ ويقول يا حرام الكلب كمان جاي لهون. لا ترد عليه، هاد واحد ما بيعرف عيوه من نيعه، قصدي كوعه من بوعه.
اصلا انا مو فارقه معي، كله ما بشتري بفرن، بس فضحني، طلع وقف بالساحه وصار يعيط لا تشغلوا هذا حرامي. يا حد جهنم هو والساحه. امشي معي علمك. لوين؟ لوين بدي امشي معك؟ انا بدي ادبر لك شغل. وين؟ مزرعه بقر، صاحبها ما بيعرف حدا هم، والعمال كل يوم بيطالعوا له اياهم بالميكرو، بقى لا بيعرفك ولا بتعرفه، وبهالايام صاير معشر البقر احسن من معشر البشر. بتشتغل. امشي معي علمك. قلتي لي شو اسمه معلمو؟ مين معلمو؟ هيثم، صاحب محل المفاتيح. لك هذا بني ادم هاد؟ هذا حمار معبب بنطلون، صار معه شوية مصاري فكر لي حاله من البشر يعني؟ ايه بس كان يحبه يا عجاج قبل ما يدخل على الحبس. كان يحبه لأنه ما في مثله معلم بالمفاتيح، بس هلا صار يستحي منه. على كل إذا أبو غصن دبر له شغل لعجاج بمزرعة البقر، أحسن له من معشر البشر. عيفاء، بكره لما نبيل يحط ابوه تحت الامر الواقع بشتري له مدجنه لعجاج، مو هيك بلبو؟ طبعا، انا مجرد ما حطيت ابي تحت الامر الواقع راح اشتري له لعجاج شقفه ارض وعمر له عليها مدجنه، عشان ما يحتاج حدا لك. يروح يدبر حاله بالاول، الحسد والقرد على حمار شو اسمه؟ عم طلع. لك مو هلا عم يقول، لما يحط ابوه تحت الامر الواقع. عيش يا قديش، ليش ابوه بينحط تحت الامر الواقع؟ ان شاء الله نبيل مفكر عنده اب. هيك رفادة مو أبوه؟ أصلاً أنا لو كان هذا أبي كنت تبريت منه من زمان بالغنى عنه وعن مصرياته. لك معقول معه كل هالملايين وتارك ابنه الوحيد ميت الجوع؟ الجاهل منه هو كمان معه حق. نبيل طلع عن شوره يا طلع عن شوره؟ بجو طلع عن شوره؟ أصلاً اللي صح لنبيل ما صح لحدا غيره. أخذ دكتورة مو وحدة غجة ما معها صف رابع ما بتعرف تفك الخط. شو قصدك عجاج؟ يعني أنا غجة؟ مين جاب سيرتك؟ بس اللي فيه عودة بتنغزو. إذا فكرني إني ما بفهم غير بالملعقة بتكون غلطان. أصلاً أنت قصدي إلي، أنا بعرف، أنا اللي ما خلصت الصف الرابع ويلا فتك الحرم. بس يكون بعلمك اللي مو مخلص الصف الرابع مو يعني غجة، لأنه في ناس بتكون عبقرية بالأملة وبالحساب، بس بتكون غجة بالمجتمع. إيه لك اللي قهرني لو مخلص الصف الرابع كنت بقول بحق إلا يشوف حاله، بس أنت منين جايب اللبنات؟ هلا حتضربوني مني، بعرف انه انتو اللي اشتريتوا البطاطا، بعرف مالي جدبه، بس كلهم بدك تقشريهم؟ يا ماما شو كلهم؟ اكلهم كليه. خلي كيلو وتركي كيلو، ضروري البعزقه يعني. يو نحن عاملين العزيمه مشان المعزيم ياكلوا مو مشان يذوقوا ذوقان. لك كلهم 10 اشخاص، شو نسيتي انه في كمان رز بدنك يفز؟ هي شقيقتك هيفا. ايه 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 مامي لك مامي كسرتي السقف على مهلي. صباح الخير يا مو. صباح النور على البنات. ايدك يا بوسه يا مو. خدي راعجاج. من وش الصبح امي؟ شو عم تعملوا؟ ميسون ما رضيت الا المعازيم يتغدوا، عم نجهزه للغدا نحن. معازيم شو امي؟ عمك ريبان ما قبل الا يعزم الجيران والاصحاب مشان عجتك، ما حبيت خجله. الله يخلي لي اياكي، يا اقرب وحده بالعيله انت. دوبريدي تعال. شو طبخي مع البطاطا؟ رز. لك مو شامين ريحة انتو؟ ريحة شو؟ ريحة كريهة او خمة؟ هي سبحان الذي خلقك على هالمشم، اشم كل شقيقاتك. مظبوط في ريحه مو حلوه شوي. لك شو شوي بتقتل قتل رح ادوم. ماما شو فيها الخزانه؟ شو بده يكون فيها يعني؟ اقول لك ايش يا طيب شو هاد الفي؟ لك شو هاد فروج خبيته من درب القطاط ونسيته. من درب القطاط ولا من دربنا امي؟ كذي كبي.